يعني اعتقد انه البطاقه الصفراء كانت تكفي لها، واللاعب في حاله انفراد تام باتجاه المرمى، ولكنه لم يكن اخر لاعب، حارس المرمى كان بعد مدافع. ميلو يتلقى التمريره ايضا اوجوبالدو، كره الى جيلاردينيو. كان ب 11 نقطة، يعني فرق نقطة واحدة فقط، باليرمو واتلانتا ب 12 نقطة في الرابع والخامس.